متابعي قناة تشويق تيفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لعله اليوم يوم كوميدي بامتياز، ونستضيف الفنان والمبدع المتألق جميل جمال أو المعروف بالتيفو أو صلاح، له عدة ألقاب، سيختار أي لقب يريد أن نتحدث به معه. طيب ما نطولوش عليكم في الداخلة ونبدأ في المعقول، معنا ومعكم الأخ جمال. خي جمال مرحبا بك. تبارك الله عليك، ما تقولوش التيفو، أنا اسمي حتى التيفو بلادم. كيف تما؟ لاباس عليكم؟ بخير. تحية لكم وتحية لموقع أش واقع. شنو واقع؟ ما وقع والو. اليوم نعرفوا اش واقع، عندنا واحد الدوسينه زعما ما شاء الله. والله سيدي على بركه سيدي الله وحفظه. مين باش نبداو؟ نبدا اخي انا معاك، من بديتي انا معاك. اذا سيدي نبداو بواحد السؤال اللي ربما هذا السؤال هذا مطروح في المغرب. هضرنا على التاثير ديال الكورونا على الفنانين بشكل عام والتاثير ديالها عليك انت. واش غادي نقول لك؟ بالنسبه للكورونا راه اثرت على جميع القطاعات، بزاف ديال القطاعات اللي كلات الشحط، كيف ما كاين واحد المجموعه ديال القطاعات اللي ما تاثروش، ولكن الاغلبيه تاثرت، منهم القطاع الفني اللي الناس صحاب لهم بان الفنان داخل مع راسه، فهمتيني؟ طبعا يعني جماع الفلوس، كيخرجوا جماع الفلوس، وتم ناحيه ديال الاعانات، الرميد، يعني طلعت البطاقه ديال الرميد راجل على بطاقه الفنان، فهمتيني؟ يعني الرميد يعني كيستافدوا، الفنان بوبري ما وصل له حتى شي حاجه. وقعت واحد الضجه على واحد الدعم وكذا، وتعطى كيف ما بغاو هما. وقع واحد المشكل فيه كبير، وقع فيه ضجه. كاين اللي استفاد، كاين اللي استحق، كاين اللي ما استحق، والناس اللي كتستحقت بصح هي اللي ما استفدتش، اللي خدمت وما استفدتش بوبرانيين. زائد بيني وبينك انت استفدتي ولا انا والله كنت استفدت في ديك الظروف حتى نرد واخا ما عنديش. علاش؟ لان الطريقه اللي تعطات بها ماشي هي. برافو، ما كتعطاش الفنان بحال هكا، ما كتعطاش بهذيك الطريقه. برافو. غنرد. علاش؟ لان غتشبر ديك، غتخسر الجمهور ديالك كامل، غتخسره. بصح. لهذا الحمد لله ما تعطاتش، يعني ما وصلتنيش ديك الطريقه، ولكن احنا كنا كنتمناو على ان تعطى بطريقه عقلانيه والناس اللي كتستحقها. فكورونا هي هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى كيجربنا فيه. هي اثرت من واحد الناحيه من المسائل الماديه، ولكن من ناحيه اخرى شويه فادتني من ناحيه. انا عاد وليت يعني بحال دخلت قبحت على الدومين ديالي، قريت فيه، وليت كنحاول نديفلوبي راسي في هذيك الوقيته اللي كنا حنايا شادين علينا. وهذا يعني خدمتي الحمد لله. وقضية أخرى هي كورونا، هذا قلت لك كيف ما قلت لك أنها هو ابتلاء، ولكن الطريقة اللي متعامل بها في لا من ناحية القرارات اللي كيخرجوا، لا من ناحية شد عمل الليبرا الأولى، عمل الثانية، عمل الثالثة وتينا. بحال دابا أنا بدي عندي واحد التساؤل، كيف يعقل أنك تقول لي عمل الليبرا وعمل الأولى وعمل الثانية وعمل الثالثة ومي كتمشي شي؟ طبعا عملته. لا لا والله الا عملته، والله الا عملته عن اقتناع. انا ما نقولش للناس اللي ما عملوش راه يعني خاطئين ولا براسهم، كل واحد كيبقى حريه شخصيه ديالو واقتناع ديالو. انا اقتنعت على ان هذا التلقيح يقدر، ما عرف هو الامر بيد الله، المهم انني عملته باش خصني باش نشوف الدنيا كتفتح، نشوف السفريات تحلوا، نشوف بزاف حاجات. الساعه كنشوف انا عملت الاولى وعملت الثانيه وعملت الثالثه وما عنديش مشكل، انا كل 6 شهور نعملها ما عنديش مشكل، ولكن ماشي انا نعمل الثالثه ومن نجي ندخل سوبر مارشي يقول لي اعمل كمامه. ما كيف يعقل؟ كاين واحد التناقض كبير، قهاوي بلان، ترامبيه بلان، بيان سور كنرجع بحالي، ما كنعملهاش كمامه لان عندي جواز التلقيح وعمل ثلاثة وعضتني النحلة هي الرابعة وهذا وكتدخل للسوبر مارشي كيقول لك عمل كمامة، فهمتيني؟ يعني كاين واحد التناقض. اما انا شوف انا كنقول لكم ما عنديش مشكل، كل 6 شهور نعملها، ولكن ماشي نجبر انا عندي على 10 وشد عليا في الدار، هذه ما يمكنش. فهمتيني؟ خي جمال، بما اننا كنهضروا في هذا الموضوع هذا ديال القرارات وكذا، بزاف ديال السكتشات ديالك خاصة في الأيامات ديال كورونا، شنو كتهضر أولا كيف ما كيسميوها كدق على السياسيين، شنو علاقتك بالسياسة؟ بعيد كل البعد على السياسة، والله إلا أنا واحد الإنسان اللي مسالم وما كنحفرش في السياسة والسياسيين.
بقدر ما اي حاجه اللي كنحس بها ثارت الانتباه ديال العامه، يعني الاغلبيه كيشوفوا هذيك الحاجه مثلا الناس ردوا لها بال، فانا كفنان كنسلط عليها الضوء اولا كنشوفها من الزاويه ديالي. اما انا ما كنمشي نبحث على السياسه ولا كنتحزب، انا عم واحد السيد غير متاح لا منتمي. زعما اذا جاتك فرصه لا والو لا والو لا والو، والله كون عارف راسي نجح لا يدي خفيفه، انا ما نقدرش نزعمش ما نضمنش راسي. خي جمال نتكلموا على واحد الموضوع اللي ربما بالنسبه لي لك انت حاليا ربما يمكن كيثير بزاف ديال التساؤلات. جمال ونور الدين عندهم واحد المده طويله مع بعضهم في الفن ديالهم، علاش فر ما بقيناش كنشوفوا هذا الثنائي مع بعض اليوم؟ وهي علاش تفرق يعني كنت ديجا جاوبت على هذا السؤال هذا في بعض المنابر وفي التلفازه وهذا هي الخبيزه تقادات. شوف يكذب عليك كذاب، حتى الراجل ومراته كيبقى واحد المده وعملوا وليدات وهذا وفي الاخر كيطلقوا، كيبقى الطريقه كيفاش. الخبيزه تقادات نور الدين الله يسهل عليه، نتمنى نشوفه في والله الا من قلب قلبي نبغي نشوفه مزيان، نبغي نشوفه متالق، مي يعني باش يتجمع هاد الجوج عاوتاني صعيبه شويه. حتى الحمد لله بعدا تفارقتوا بطريقه وديه ماشي. لا 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 ما كاين حتى شي مشكل بيني وبين هذاك الصديق ديالي، كيبقى دائما صديق ديالي وباقي لدابا كنتفكر الذكريات اللي عندي معاه. فيما تجي تفكر شي ذكريات الطفوله كتجبرو كاين مسنطع قدامك، لان ما يمكنش هاد السيد هذا تقول فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. فكيبقى تقادت الخبيزه الله يسهل عليه، وجميل جمال غتشوفوه في واحد المجموعه ديال الاعمال يعني، لان دائما كنبحث على الجديد. من التيفو جميل جمال صافي، يعني ان نور الدين مشى بحاله، حاليا عم بقاو مع جميل جمال. جميل جمال في الشخصيات اللي كيعمل كيقدمها، مثلا الحمد لله هذيك الشخصيه ديال التيفو، انا اسمع حتى التيف بعد نجي التيفو. يعني هذيك الشخصيه ما نقدرش نشوفوا هذه الشخصيه يعني مع شي واحد اخر ما غير نور الدين التيفو. لا وحنا كنعمل اصلا عملت سلسله ديالها، عملت هذا التيفو والخاتم السحري اللي كانت صح فكره صح مشتركه مع المخرج فيصل الحليمي اللي تبارك الله عليه حتى هو عنده خدمه ماشي نقيه بنقيه بمعنى، وانما كيبدع كاين شي حوايج اللي هو كان كيفاجئني بهم، يعني كيقول لي كنجي كل مره كنجي كنتفاجئ بشي حاجه وكتعطيك واحد الشحنه انك تزيد تكمل في السلسله. والحمد لله دازت، هي صورناها كفيلم عاد قسمناها نزلناها كسلسله ومن بعد حطيناها في فيلم. اللي بغى يدخل يتفرج والله ما غيندم. التيفو والخاتم السحري. تقول لي التيفو انا قلت لك. خي جمال بالنسبه للجمهور، احنا دابا انا بالنسبه لي ما كنهضرش على راسي كصحفي مستقل، غنهضر على راسي متابع لجمال ونور الدين. جمال ونور الدين، جمال مشاهده ونور الدين مشاهده. دابا انا لما غنتبع يعني في النورمال الواحد فيكم غيقول للجمهور، الجمهور غينقصوا. وهذه كتبقى على حسب الاجتهاد الانسان، على حسب المحتوى اللي كيقدم. فالجمهور اللي بعينه ما يتلف، وطبيعه الحال حنا ما كرهناش اي فنان كيف ما بغى يكون النوع ديالو كيخدم كيعمل واحد المجهود، كيكتب مثلا، كيجيب واحد الطاقم كيصوروا كيضيع وقته، هذا يستاهل على ان الناس يتبعوه. واش غادي يعجبهم ولا ما غادي يعجبهم شي، هذه كتبقى هو صلاحيه للجمهور، مي يستحق انه بنادم يتبعه. لان ما يمكنش الواحد مثلا بوبري كيمشي كيكتب ليله كامله ولا غدا كيعيطنا فلان ويعيطنا هذا ويمشي يشبر واحد البلاصه ويصور وكوبي وعاود وتمارا وهذا، وفي الاخر مثلا يقول لك لا هي كيخربق. لا شو ما تقول له هي كيخربق، نشجعه يعني الى اليوم مثلا بوبري كان ناقص نشجعوا لا المره اللي ما جا غيعطيك ترى بحال اللي كيعملوا الناس مزيني. خي جمال دابا بالنسبه لهذا الموضوع هذا قلتي ان الامر كيتعلق بالابداع، دابا فاش مشى نور الدين ما حسيتي حتى بشي ناقص من ناحيه الجمهور؟ مثلا النيفو ديال المشاهده يطيح ولا ربما المعجبين ديال نور الدين يجمع عليك؟ لا طبيعه الحال الذي شوف ثنائي انا بدي كنتحصل عليه، انا بديك كجمهور ملي كنجلس نتفرج في الثنائي جمال ونور الدين انا بديك نلقى الموت بالضحك ونقول خساره على هذا الثنائي. ولكن باش نرجع
هي اللي صعيبه يعني كي في ديك الايام الاولانيه مثلا هاد المده اللي دوزناها تقريبا ديال 30 سنه وحنا مع بعضياتنا 30 سنه في الفن بطبيعه الحال وهذا يعني كيكون الواحد كيصبر على بزاف باقي في البدايه باقي كاين بزاف الحاجات كيتغاضى عليهم ولكن دابا مابقاش ديك التسع الخطر كبرنا شرفنا شرفنا العربيه شحال عطيني 50 درهم 33 فيه ديالاش هذيك عيب من الاخر عندي انا 33 غير هنايا شحال انا من مواليد 73 في كوكوط وما نطيبشي قد الواليد وحسبه واش عند الوالد الوالد باقي صغير مع راسه الله عليك والله لا تبارك الله عليك سيدي شرفتي الوالد ديالك باقي صغير فانا قلت لك شنو كنا كنقولوا دو وقتي دي في قضيه السن قلت لك بان الانسان ما بقاتلوش ديك الطاقه ما بقاتلش الطاقه على انه يصبر عليها ولا شي حاجه فعاوتاني واحد القضيه اخرى فاي حاجه كتبغي شويه ديال التغيير فالثنائي جمال نور الدين واخا نفترض انه بقى دابا شكون يضمن لي على انه واش غيكون باقي بديك القوه باقي بديك السيطره باقي بديك فالناس كيبغيو يشوفوا التغيير كيبغيو يشوفوا فالحمد لله طبعا الحال كاين واحد النسبه ديال المشاهده بالعكس انا كانت لاباج قبل لاباج ديال الفيسبوك قبل ما نتفارقوا يعني ملي تفارق يعني في اللحظه اللي تفارقنا فيها كانت فيها 4600 ابوني دابا 260000 تبارك الله يعني الناس الحمد لله كيتبعوا صح طبيعه الحال راه ضاع لي واحد الجمهور اللي كيعجبو مثلا نور الدين كاين اللي كيعجبو جمال ونور الدين خصو ضروري ما يقتنعش بواحد فينا في نفس الوقت اكتسبتي جمهور اخر بيان سور دابا انا كنشوق الطريق ديالي حيت الفن ما عندوش الحدود انا باقي كنشوق حتى انا واخا السن اللي كتشوفوا يعني باقي كنحس براسي كنبدا وكنبدا بواحد النفس جديد بواحد الانرجي جديده وان شاء الله يا ربي كنوعدكم على ان غتشوفوا غير داكشي اللي كيعجبكم وعملوا يعني عملوا في بالكم ان كنعمل المستحيل باش ننشط بعض المرات كنكون في الطوموبيل وشي حاجه وكيوقع لي مشكل مع شي واحد وكيبقى بحال اللي غيتعصب معايا وكذا كنقول له دخلت عليك بالله كيقول واش عرفتيني كيقول لي عرفتك اخي هذه هي تينا فنان وكذا كيقول دخلت عليك بالله انا كنمشي تينا كتنعس وانا كنمشي نكتب نحمق راسي باش نضحكك وغنجي دابا نعصب انا خلقت باش نضحك انت باش نشطك ماشي باش نعصبك والله العظيم هي انا بالعكس انا مسالم من ناحيه ديال في الطريق ولا شي واحد كيبغي يعصبك كنقول انا اللي يتعصب هو ما تعصبش انت بما انك هضرت على هذا الدومين هذا الموضوع هذا نتوما كفنانه حياتكم كامله ولكن عين كي 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 ما كتحزنوا ما كتعملوا والو لا مش ما كنحزنوش بالعكس راه حنا انسان حنا بالعكس حنا غير شنو حنا مشات علينا هذه القضيه مثلا كي الا شافوك في الجنازه كيقولوا دخل كيبقى غنزر فيك كيقولوا دخل ديال الضحك كيعمل في موطع دبكة يعني ما كيتقبلوها شي لا حتى انا شفناكم هي كضحك لا لا والله الا مضر كتكون مضروبه فيك تهلا العظم وخصك تعمل ابتسامه يعني بعض المرات يكون عند توفالك شي واحد عزيز عليك وانتينا غدا عندك العرض يعني ديك الناس ما عندهم حتى شي ذنب كتمشي تقدم العرض ديالك كيضحكوا خصهم يضحكوا ماشي لانه يعني ما عيطوا باش يضحكوا فهمتيني فهذه هذا مكتب علينا هذا الدومين اخترناه كنتحملوا مسؤوليته لا من ناحيه شعوريا ولا معيه ماديا الا كان في اكراهات حيت حنا ملي دخلنا الفن ما دخلناش على اساس اننا بصحابناش اننا خصنا نربحوا فيه كنا كيعجبنا نعملوا داك الشيء ولكن ملي كتولي انك انت كتخدم هنا وهنا وكيعيطوا لك وديك الناس كيدخلوا من موراك الفلوس طبيعه الحال خصك تاخذ الاجر ديالك لان انت بيدك عندك خدمتي عارف راسي عيقت في هذا الموضوع ديال جمال الموضوع ديال نور الدين ولكن الاسئله تاتي اخر سؤال انت ونور الدين كورونا واش كانت عندها علاقه باش تفارقتوا ثانيا واش الجمهور كيطالب ان هذه الثنائيه يرجع مع بعضه نعم طبعا الحال كورونا هي اصلا هي السبب لان ملي وقع ديك الوقفه ديال كورونا وشدينا وهذا وقع واحد الفتور بيناتنا وقع واحد التباعد شويه يعني تم ناحيه ديال الخدمه يعني هو وقف الاول يعني بحال دابا قلت لي السؤال ديالك هو انني واش انا تبغي يكون هذاك الفن بطبيعه الحال نبغي لان الفن الا ما عطاكش المسائل الماديه كيعطيك واحد الحب ديال الناس اللي ما كيتباع ما كيتشرى تاينا لا نحبك بالكم شو واخا عينك معمشه قلت لك يعني كتجبر مثلا الناس كيوقروك الناس كيقدموا لك خدمه ماشي حيت عندك الفلوس ولا عندك سلطه ولا هذا
بل انهم كيبغيوك بزاف. هذاك الشيء هذا نبغيهم انهم يكونوا، ونبغي هما ثلاثه، نبغي مثلا شي واحد يكون هيدا يطلع بالخشابه يكون حتى هو عنده. صافي انت خليتي عائله فنيه راه ما خافش. لا لا حشمنا. لا صافي داكشي. لا لا حشمنا، خليتهم عاد العائله الفنيه غادي يتعاونوا مع بعضياتهم. اجي نقول لك. خصهم تخلي لهم شي ورث يداو بيه. اجي نقول لك والفكاهه لا تعطي شي فلوس ولا والو. تقدروا زعما تعيشوا بلا بها بلا شي بلا بلا شي اعمال اخرى عاب الفكاهه. واش غادي نقول لك انا؟ لاباس عليكم بلا ما تقولوش. الله يا خي. عندكم مهرب. هذيك العباره اللي كتسمنا راه فينيه. على حسابك. لا 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 ديك السطه اللي تما ديالي هذاك ديال قلت لك من ناحيه ديال الفن واش كيوكل الخبز. انا فتح اسره من الميدان الفني ما شاء الله. يعني انا جوج خدمت مع ما كنخدمش مع الناس، يعني هذه خدمه ديالي مع بالفن بالفن، ولكن دابا انت جوجتي عاد الضحك عاد تكحك هذا الوقت بهضر يا خليها كيمشي بعد منها. لا لا تبارك الله. قلت لك من الناحيه ديال هذا يعني يكون عاود كتعمل انسان كيعمل، كنا كنعملوا جوله في المدارس، كنا كنخدموا اعياد الميلاد، كنخدموا سهرات، كنخدموا الاعراسات، يعني الحمد لله مثلا كل سبت كتجبر راسك. المهم ماشي عندك الفلوس وانما مرقع، يعني كتقدر تخلص الكره ديالك تقدر. هذا ملي جات الشهره كتزاد شويه، يعني بحال اللي كنقول لك يعني كتطور الحياه ديالك واحد شويه. الا كنتي كاري غير ب 1200 درهم كتولي كاري ب 2500، تقدر تولي عندك طوموبيل. ولكن هذا الفن حتى هو فيه شويه ديال الزهر، يعني يقدر يعطيك مزيان، يقدر يخليك ماشي غير التعادل، يقدر ما يعطيك شي كاع مره. فاحنا ماشيين دابا لحد الساعه مع الناس الفئه ديال التعادل، والحمد لله الحمد لله كنقدموا داك الشيء اللي كنبغيو، كنلبيو الرغبه ديالنا، كنحاولوا نسعدوا الناس. واهم حاجه يعني واخا انا سعيد لانك معنا. والله الحديث وانا جمال انا محيز انا معك. قلت لك يعني قد ما تخلص صفه الشيء هذا يعني الانسان يكون عنده الاجر، الانسان كتدخل بخلي ابتسامه وكتخلي هذا راه راس من الابتسامه من الشيء اللي كيكسب الانسان. الحمد لله الحمد لله تبارك الله عليك. اجي نقول لك ولا تتمتع بالحقوق ديالك كاملين ديال اش؟ الفنانه واش من حقوق كتهضر عليهم زعما؟ الحقوق الفنيه واش انت واخد حقك في الساحه؟ لا من ناحيه ديال كتهضر عليها كحق ككل من لا من ناحيه المسؤولين على الفن، لا من ناحيه الفلوس، لا من ناحيه القبول ديالك، من ناحيه كامل. هو شوف هو الحمد لله الكمال لله. حنا عايشين مع الدراوج ديالنا مع الناس ديالنا. هذا يعيط لك الحفله، هذا يعيط لك العرس، هذا يعيط لك واحد النشاط، خدامين مع هادشي. اما كدوله غتقدم لك واحد يعني تعطيك شي حاجه، ما كاينش ما كاينش تعطيك شي حاجه. ف عطي الراس. كاين ديك الحقوق المجاوره وحقوق التاليف اللي صراحه مشكور السي رشيد خضور، يعني المدير ديال الفرع ديال هنا ديال طنجه، انه ولا كيهتم بهذه المساله هذه، واتصل بيا وكيقول لي بان خصك تجي وخصك تتقيد وهذا. يعني كاين واحد دائما كتكون واحد في سلاس، دائما كتكون واحد الشماعه شاعله. المهم كاين هاد الشماعه هنا. اما هو الفنان بوبري ما كيستافد لا من هذا لاميتيال ولا حتى شي حاجه. خصو يخدم راس مال غير مهيكل طبيعه الحال. حلب الله حق الدين ديال النبي. لان الا خدمتي وياوي، الا خدمتي غتاكل، ما خدمتيش غتبقى بجوج غتبقى. اذا راس مالك هي الصحه ديالك وداك الشيء اللي كتقدم. فلهذا ابار انني كنبغي هذا الشيء اللي كنعمل، فكنحاول ما امكن نرقان واحد المستوى المعيشي بالدومين ديالي، ماشي نترامى على شي دومين اخر. فكنشوفوا حنا يعني بدينا كنتقيدوا في هذه القضيه ديال الحقوق المجاوره وحقوق المؤلف وهذا، باش الله تكون شي مردوديه. وكان سمعت انا كاينه، غير شنو انا باقي ما استفدتش منها. وان شاء الله يا ربي. عاود كان انا شويه كاسول في هذه القضيه، يعني كنمشي كندفع وكنساع، كتكون ناقصه عندي شي حاجه او كنبقى موده. تبارك الله المؤسسات اللي عندنا كيتعاونوا. هذا هو المشكل يعني ما شاء الله. فالمهم انا الى غير الجمهور رضى عليا وديك الشيء اللي كنقدم انه الله يرحم والديك. والله راه داعي نعجبو هذاك هو غنكون استفدت من خديت حقي. شكرا جزيلا. نهضروا على الاعمال المستقبليه ان شاء الله. اش علاش كتخطط لعيش؟ واش غادي نقول لك؟ هي ما كتخططش، ولكن كتقول دائما
كتعمل عمل كتعمل عمل كتقول أرى أنا ماشي حاجة أحسن منه. المشاريع مخسرة يعني ما خصكش ترجع للور، خصك تزيد القدام. كتشوف على أن عملتي عمل. أنا كنت نفس مع راسي في خبارك، ما كنت نفس مع تواحد عندك جو الله شي واحد شهر، والله ما كنت نفس في اللي في الدومين، والله ما كنت نفس مع شي واحد. أنا كنت نفس مع جميل جمال، كان من واحد العمل الى عجب الناس وكذا كيولي عندي مسؤوليه خصني ماشي حاجه احسن. ما عندكش دابا انت، دابا انت قلتي ما كتنافس حتى مع شي واحد، ما مثلا ما كتشوفش شي واحد في الفكاهه واصل عالميا ماشي في المغرب وكتقول شي لا انا خصني نكون احسن من هذا. لا ما كنقولش انا احسن من هذا. اذا خصك تكون احسن من راسك. لا والله الا احسن من راسي. لا نبغي انني الناس يتبعوني بزاف، الناس نعجبهم وكل حاجه حطيتها الناس يرضوا عليها، هذه مزيانه. مي ان نكون نشوف شي واحد في التلفازه ونكون احسن منه، لا والله ما عمرك تجيني البال ديالي وما كنتنافسش معاه. انا قلت لك انا كنخدم على راسي، كنحاول ما امكن. بعض المرات كنعمل فيديو كيطلع، بعض المرات كنعمل فيديو عادي كيهاول كيتعرض لهم ليه يعني عادي، كاين شي واحد شويه كاين شي واحد ما كيديها فيه حتى شي واحد. فاحنا ما بين اخذ وراد، وحنا باقيين كنقلبوا الشيء، حنا اصلا في الفكاهه في المغرب راه باقي كنبحثوا، باقي كنقلبوا على الستايل، باقي كان. فانا ما عندي حتى شي خيار اخر هو انني نخدم نقدم الجديد للجمهور. طبيعه الحال كنشوف الحاجه اللي عجبت الناس كنحاول نمشي فيها، ولكن عاوتاني ما خصنيش نعيق، لان الا عاوتاني ملي كتفوت شي حاجه عن حدها كتولي باسله. ف كنحاول نمشي درجة يعني درجه درجه، ودائما وانا كنفكر في شخصيه جديده في فكره جديده باش دائما تبقى متواجد في الساحه. انا 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 انا, أنا نبغي نكون طياره وما نكونش صاروخ، حيت يعني الطياره شويه الصاروخ لا طلع نيشان يقدر يهون نيشان. الطياره كتمشي شويه وتطلع شويه وتبقى ماشيه وتبقى شابره، وملي كيتسالى الدومين ديالك مثلا وكتشرف وكتكبر وكذا خصك تهود بكذا لانتيريساج كتجي. كيفاش دابا انت في هذه الرحله؟ وحنا باقيين في السما ماشي نايده، ماشي انت ماشي لوتور الداخل. لا الحمد لله، لان ملي كتشوف الناس متبعينها كتشوف كاين واحد النسبه ديال المشاهده، كتشوف الناس كيوقفوك في الزنقه كيتصوروا معاك كيعيطوا لك الناس على باش تحيي لهم السهره ديالهم. راه تبارك الله كتكون ديك الساعه الحمد لله كتكون يعني مصنف في الميدان، وبركه علينا. حنا ما طامعينش في شي حاجه اخرى، بقاو غير هكذا مزيان. مهرجان الضحك فيوصل، مهرجان الضحك وصلنا للدوره الرابعه تبارك الله، وحنا كنوجدوا ان شاء الله يا ربي. ماشي. يعني تسناو مهرجان طنجة الضحك، حنا كنحاولوا نعملوه الا ما حيت حنا دابا ما بين وما يشدوها وما غينو هذا باقي ما عارفينش شنو كاين، ولكن انا كنجري على المهرجان. فوقاش يقدر يكون مثلا؟ يعني حنا كنلعبوا على شهر 6 ان شاء الله في النص ديالو. ايوا ان شاء الله. حنا كنحاولوا انه يكون المهرجان كيكون فيه 3 ايام، كيكون وطني، يعني كيكون يعني ماشي غير كيقتصر على الجهه الشماليه، بالعكس يقتصر على الفنانين الوطنيين كاملين. كيكون فيه واحد الفرجه، كنحاولوا نخلقوا واحد النشاط كبير في هذه المدينه هذه، وان شاء الله يا ربي الريح الشمنا يدوز احسن من الدورات اللي فاتوا ان شاء الله. وهذا نداء للناس المسؤوله على القطاع الثقافي والفني ان هذا المهرجان عنده واحد يعني كيعمل واحد الحاجه مزيونه في هذه المدينه هذه، فما نبخلوش عليها ولو غير بشويه ديال الدعم سواء المعنوي او المادي. هادشي اللي كاين. لا والله الا عيقت، ولكن استمغاتي تسالوا والله. وشحال عندكم في الحلقه؟ شحال 50 دقيقه؟ واخا يكون فيها. المهم دابا ما عرفتش مين. انا معاك، انا شوف انا والله الا معاك تطفى هاد الشماعه، انا معاك زيد. صافي سالينا. ولي سيدي جمال الحبيب، باش نختموا الرساله ديالك للشباب اللي باغيين يدخلوا لهذا الدومين هذا ان شاء الله. واحدة ومول الكاميرا. سيدي ابراهيم الله يعاونك اخي. الناس او اي واحد كيشوف راسو كيعطي في شي ميدان، ماشي غير الدومين، ماشي كوميديا، يعني ماشي غير كوميديا، يعني دابا حتى كنا كنعرفوا الغناء، فكاهه، مسرح، سينما، دابا خرجوا فنون اخرين بحال الديفلوج لي فلوج. كاين مثلا في هادو ديال حتى التيك توك راه فيه شي ما نكروش، كاين اللي كيكون تافه فعلا، وكاين اللي كتحس به على انه كيفيدك. صح. ف اي واحد اختار شي دومين كيف ما بغى يكون النوع ديالو، يعطيه باش يعطي، يعني يعطيه فيه
باش ديك الميدان يعطيك. ما عطيتيش ما تاخذش والله لا ديتي. ما تصغرشي ما تحقرشي، قدرتي تعاون عاون، ما قدرتيش يقول ما نقدرش، ماشي تقول له انا نعاونك وانت ما قادرش، وفي الاخر كتبقى تهرب. ما قادرش قول له ما نقدرش، قادر قول له ها كيفاش وها كيفاش، يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا. خدم بالنية ديالك، خدم من قلبك، وان شاء الله ربي ما غيحشمك شي. حتى واخا ماشي ضروري توصل، ما تطمحش عاوتاني تقول انا خصني نوصل، ما لا مشي، وديك الشيء اللي ديالك هو اللي غادي يوصلك لداك الشيء اللي كتبغي ان شاء الله، ولو بعد حين. شحال فنانة بانوا حتى عملوا 60 عام عاد بانوا الطوب ديالهم، ولاو حنا كنقولوا الله يجعل اخرنا احسن من اولنا. كنتمنى انني نكون بحال هذو الفنانة اللي في الاخر عاد عطاو، ماشي بانوا في الاول. والله الا كنحس براسي باقي يلاه بديت. لا والو والله الا باقي ناقصين، وباقي خصنا نتعلموا، وباقي كنقراو، وباقي كنحاولوا. والله سيدي لا بصح، والله الا كنهضر معك، والله الا كنحس براسي باقي خصني بزاف نعطي بزاف، وباقي ما وصلتش داك الشيء اللي خصني 100%. الله يجازيك ولي اللي حشمنا يا ربي. الله يرحمك، عاودنا هاد مجيان. وشكرا ربي اللي ما حيج لابتك. الله يرحمك. قول سجلها تاي الله يرضى عليك. بارك الله فيك. شكرا لكم على هاد الاستضافة. شكرا بزاف اخي جمال، والله يرحم لك الوالدين. تكحكحنا ابار تكحكح على الطاولة، تكحكحنا مور الكاميرا. الله يجازيك بخير. الله يسهل. شوف شوف والله سيدي الا بقى واحد الليستة عاد خلقتها لي في الحوار اللي ما كرهتكش، ان شاء الله شي نهار تجاوبنا عليها. مرحبا. انا نزيد نوجد لك. انا موجود ما كاين حتى شي مشكل. وشكرا بزاف للموقع اشواقع، الله يوفقكم، وحاولوا انكم فعلا الفنان جلسوا نهضروا معاه، نسقسيو على المسائل الفنيه ديالو، ماشي نشوفوا الفضائح ديالو. لا لا ان شاء الله اي فنان قصدت ما كنظنش يردك، بالعكس راه يحصل له الشرف على انه يكون معكم، وهذا الشيء اللي كاين. وفعلا انا جد سعيد انني كنت معكم في هذه الحلقه. احنا بالنسبه لينا كنحاولوا اننا نبينوا مثلا الناس اللي عندها مواهب، نبينوا الفنانه، نتناقشوا معاهم شي حاجه اللي عايز يستفد منها المجتمع، ابار داك الشيء اللي داير وكذا وكذا. كنحاولوا اننا نرتقيو شويه بهذا بالمحتوى الالكتروني. عندك هذه الفكره ان شاء الله يا ربي ما تخافش عليك. يلا السلام عليكم. شكون غيدير هذا الكلاس؟ يلا مرحبا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.